بني عباس، هذه المدينة السياحية والتي تبعد حوالي 150 كيلومتر عن ولاية بشار، مدينة ساحرة بقصورها العتيقة الجميلة التي يعود تاريخ بنائها لعقود من الزمن. فيه يعني بناء تقليدي يعني الطوب ولا البريك التقليدي من الطين، وفيه كذلك البناء بالركز ولا كونستركسيون بيزي، وفيه لي كونستركسيون اون بيير يعني بالحجارة. كذلك من بين الطابع المعماري الموجود في قصر وروروت هو أنه نوجد غرف كهفية، يعني بناءات كهفية، سيدي كونستركسيون تروغلوديت. قصر وروروت واحد من أجمل القصور بالمنطقة والمقصد الأول للسياح بعد إعادة الاعتبار له من طرف جمعية التراث التي حولته لمزار لكثيرين. قصر وروروت العمر نتاعو والتاريخ نتاعو يصعد حتى القرنين ونصف، وين كانوا يعني يسكنوه يعني الفلاحين اللي كانوا يستغلوا واحه وروروت. ويجونا السياح بني عباس ديروا رحلات برا لي سيركوي بلي شامو بلي كاسكات، يديروا بيفواك. السياح عندنا في الصحراء هنا في خاصه منطقه بني عباس سياحه موسميه، تسمى عندنا مناسبه المولد النبوي الشريف اللي جينا اقبال كبير من السياح، مناسبه كبيره يحتفلوا بها في منطقه بني عباس، وفي راس السنه هو الاول من اول جانفي كل سنه اللي يجيونا السياح كثير، وفي عطله الربيع في عطله مارس اللي يجيونا السياح اقبال كبير. الجانب المشرق من منطقة بني عباس تاريخها الثري وتقاليد سكانها، غير أن المظلمة من الجانب الآخر انحصار الدعاية السياحية لها في فترة زمنية، ما يجعل السياحة هنا موسمية.